يقول: في الأيام السابقة كثف أهل الضلال الكلام بما يزعمون أنه محاكمة للسلفية، فهل من توجيه في ذلك؟ الحمد لله، هذا شيء عليه أشباههم من قديم من المنافقين والكفار، أنهم كانوا يسبون أهل الدين، يسبون المسلمين والمتمسكين بدينهم من قديم، هم مستغرب، فهم على أتباع، هم أتباع هؤلاء، ولن يضروا السلفية أو السلفيين شيئا، إنما يضرون أنفسهم. والسلفية ولله الحمد، السلفية الصحيحة مستقرة ثابتة على الكتاب والسنة، ولن يضرها نبح الكلاب. نعم.